مع عادل بارباع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، حياكم الله ونجدد اللقاء بكم في برنامجكم مؤشرات معي أنا عادل بارباع. يوم أمس افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. أكد فيه الملك في الخطاب السنوي المفصل لسياستين الداخلية والخارجية للدولة أن دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان في خطابه أكد أن المملكة تعمل جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، وقال إن اهتمامنا بمكافحة الفساد إدراك تام منا بأن الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي يعتبر تأكيدا على الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة العربية السعودية بحضور ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور حسين العطاس المحلل المالي والاقتصادي. حياك الله دكتور حسين. الله حياك أخ عادل وحيا المستمعين والمستمعات. أذكركم مستمعين الكرام بالتواصل أو بالاستماع للإذاعة، تستطيعون تستمعون عبر الرابط الإلكتروني www.alif.fm.com وأيضا تقدروا تنزلوا وتحملوا التطبيق الخاص بالإذاعة حتى تسمعون وين ما كنتم. دلالات كثيرة وما شاء الله تبارك الله تفاعل كبير على المستوى الاقتصادي على المستوى الشعبوي وعلى المستوى الجميع، يعني أنهم مع هذا الخطاب بيّن ووضح في كثير من النقاط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، لله الحمد منا أطلع علينا سيدي خادم الحرمين الشريفين في إلقاء كلمته مساء أمس لافتتاح الدورة الثالثة من السنة الثامنة مجلس الشورى، وممثلت كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين استراتيجية الدولة وجسدت سياسة الدولة في جميع النواحي. لو جينا من الناحية الاقتصادية ومن الناحية المالية كانت استراتيجية التنمية الشاملة والتنمية المستدامة محورها الإنسان السعودي. نعم. ودائما الدولة في كل استراتيجياتها محورها الإنسان السعودي، من خلال تطويره، من خلال توفير احتياجاته، من خلال توفير البيئة التي تتمكنه من الاجتياز من الوصول لأعلى درجات في التنمية الشاملة. فكانت الكلمة شاملة وافية، ووضعت الاستراتيجية الدولة في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. وإحنا شفنا أنه قوة الاقتصاد، وهذا اللي أشار إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين في كلمته، أنه من ناحية شفنا كما أشار في نهجنا الدستور القرآن والسنة، كذلك أشار إلى المشاريع الاقتصادية وأن الدولة فيها حراك تنموي شامل ومستدام، وهي بتسير في المرحلة الثانية من الرؤية 2030، وبإذن الله هننجح في تحقيق مستهدفات المرحلة الثالثة من الرؤية، وهننطلق إلى المرحلة الثالثة ونوصل إلى 2030 بإذن واحد الأحد بإذن الله تعالى. أبرز ما قاله الملك سلمان في خطابه مضون في تطوير القطاعات الواعدة وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن، وأيضا سنبذل كل ما وسعنا لتوفير سبل الراحة وتيسير لقاصدي الحرمين الشريفين وفق أعلى المعايير العالمية، والعديد من النقاط المهمة اللي أبرز ما قالها الملك سلمان. القطاعات الآن الواعدة لتمكين المواطن، تطوير القطاعات دكتور حسين، كما ذكرت أخ عادل أنه سيدي خادم الحرمين أشار إلى أنه هناك في مستهدف في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة. نعم. لدعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال، تسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وزيادة فعالية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم. ومن ضمن هذه القطاعات اللي كان التركيز عليها في الفترة السابقة وفي الفترة الحالية من المرحلة الثانية من رؤية 2030 اللي هو عندنا قطاع التعليم، القطاع السياحة وقطاع الترفيه، وقطاع الخدمات اللوجستية، كذلك قطاع النقل، قطاع الطاقة، قطاع الاتصالات والبنية الرقمية. وهذه من القطاعات الجديدة وقطاعات الواعدة، وهناك
فيها أسس من خلال الصندوق البنية التحتية اللي ذكره سيدي خادم الحرمين الشريفين، أنه تم تأسيس صندوق البنية التحتية الذي حيسهم بشكل كبير في دعم المشاريع البنية التحتية في القطاعات اللي ذكرناها، نعم، بمبلغ يتجاوز 200 مليار ريال، وهذا مبلغ مرة ضخم جدا، وهذا اللي حيحفز وحيدعم القطاع الخاص في ظل المشاكل المضطربة في العالم كله احنا شايفينه، نعم، في هذه الأيام. كذلك على مدى السنوات العشرة المقبلة أشار سيدي خادم الحرمين الشريفين بمشيئة الله تعالى أنه فيه من ضمن استراتيجية الصندوق التنمية الوطني الهادفة إلى تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على 3 أضعاف، بما يزيد على 3 أضعاف من 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 إيش من التأثير في النمو الناتج المحلي الإجمالي ودعم القطاع الخاص والشراكة معه بين القطاع الخاص والقطاع العام. نعم. يعني ذكر خادم الحرمين الشريفين من ضمن كلماته نحو تحسين بيئة الأعمال، تبسيط القواعد التنظيمية. كذلك أشار كما ذكرت أخ عادل سيد خادم الحرمين الشريفين أشار لتحسين بيئة الأعمال وتحسينها، وإحنا بنشوفنا اليوم التحفيز للقطاع الخاص. نعم. كذلك المستثمرين الأجانب ضخوا استثمارات مجدية خلال الربع الأول والربع الثاني، وإحنا في انتظار نسمع أخبار الربع الثالث، والمملكة اليوم بتحقق مستهدفات عالية جدا، واليوم إحنا بنشوف الشراكات، وكان آخرها لما جاء زيارة رئيس دولة جنوب إفريقيا أول تمس، والشراكات اللي تمت في مجال بنية التقنية الرقمية ومجال التعدين وبالشراكة مع القطاع الخاص، واليوم أصبحت المملكة محور مركز العالم مش بس في السياسة، كذلك في الاقتصاد وفي ظل الرؤية 2030 والمشاريع التي بتعمل عليها الرؤية، وفي ظل الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني الموجود في المملكة. فاليوم المملكة أصبحت مطلب للمستثمرين من كل مكان بيضخوا استثماراتهم، وإحنا بنشوف الحراك على مستوى الشركات والحراك على مستوى القطاعات الأخرى. كذلك من ضمن الذي ذكرها سيدي خادم الحرمين عن الاستراتيجية، من ضمن الاستراتيجيات اللي أشار عليها سيدي خالد الحرمين استراتيجية البرنامج الابتعاث والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضة الإلكترونية، وكذلك استراتيجية تطوير منطقة عسير، وكل هذه بهدف تحويل منطقة عسير لوجهة سياحية عالمية طويلة المدى. كذلك هناك في برنامج تنمية القدرات البشرية، وهذا ليش؟ لصقل المواهب والخبرات، لأنه مهم جدا بيئة التدريب الشباب والشابات على بيئة الأعمال وعلى الجديدة، وخاصة في القطاعات الواعدة والقطاعات الجديدة. كذلك أشار سيدي الخادم الحرمين الشريفين إلى برنامج تنمية القدرات البشرية، وكذلك تطلعات الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين، مما يعزز من تنافسية المملكة في مجال البحث والابتكار في مجال الصناعة. نعم. في مجال الطاقة، واليوم عندنا البحث والابتكار أصبح فيه منافسة شديدة بين كل الدول العالم، والمملكة صارت اليوم وصلت مراكز متقدمة، وخير شاهد نحن بنشوف اليوم الجامعات السعودية والمراكز المتقدمة اللي بتوصل لها في ترتيب الجامعات من خلال المراكز البحثية التي بتعمل عليها والمشاريع بالتنسيق مع الجهات الحكومية واللي بتشترك معها في دعمها في الأبحاث. كذلك أشار سيدي خادم الحرمين الشريفين إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وإطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودائما نحن استراتيجية الوطنية للاستثمار هذه اللي عملت وحفزت بيئة الأعمال، وهذه اللي جذبت الاستثمارات الأجنبية اللي بشوفنا فيها نمو في قياسا بالسنة هذه بالسنة اللي فاتت نسبة نمو أكثر من 45%، هذا مع المشاكل العالمية اللي لله الحمد منا في ظل تسهيل بيئة الأعمال، فأصبح اليوم المستثمرين الأجانب حصلوا بيئة خصبة وحصلوا مجال استثماري في المملكة من خلال برضو مشاريع الرؤية 2030. كذلك أشار سيدي الخادم الحرمين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا دائما المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أي دولة هي المحور الارتكاز لاقتصاد أي دولة. نعم. ما بالك نحن في الرؤية 2030 حيكون هي أحد الأركان الرؤية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واللي حتحفز قطاع الأعمال للنمو والازدهار في الفترة القادمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. ما زال الحديث معك دكتور حسين ومعكم أيضا مستمعينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
مؤشرات مع عادل بارباع. حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زال في ضيافتنا الدكتور حسين العطاس المحلل المالي والاقتصادي وخطاب الملك سلمان بن عبد العزيز وانعكاسات هذا الخطاب في نواحي عدة. وسنتكلم معك دكتور حسين عن انعكاس هذا الخطاب على المجال الثقافي كذلك والاقتصادي. نحن شفنا أنه برضو في حديث كلمة سيدي خادم الحرمين في الخطاب السنوي حق مجلس الشورى، نعم، فكان الحديث برضو أشار سيدي خادم حرمين الشريفين في كلمته من ضمن المشاريع التي أطلقت في المرحلة الثانية من رؤية 2030، مشروع تطوير العلا ومشروع بوابة الدرعية ومشروع القدية ومشروع أمال ومدينة نيوم ومشروع البحر. فكل هذه المشاريع اليوم التنمية الشاملة وكلها محورها الإنسان السعودي وكل محورها الإنسان، حتى في عز الجائحة كان محورها الإنسان في مكافحتنا في جائحة كورونا. الإنسان أولا، القيادة علمتنا الإنسان أولا قبل كل شيء، نعم، إنه الإنسان هو الأساس والركيزة الأساسية في رؤية 2030 المواطن المواطنة. واليوم يعني هذا هو التحدي اللي بتكي عليهم سمو سيدي ولي العهد والقيادة، كذلك سيدي خادم الحرمين الشريفين والشباب بجبر طويق الشعب السعودي. واحنا شفنا المشاريع هذه اللي ذكرها سيدي خادم الحرمين الشريفين في البيان في كلمة وأمس الضافية، فأشار لهذه المشاريع وكل هذه المشاريع كلها بصناعة سعودية مختلفة، ما هي مشاريع مقلدة، ما هي مشاريع مكررة شفناها في بلد أخرى وجينا نطبقها هنا عندنا على قولهم كوبي وبيس يعني نسخة ونطبقها هنا. نعم، لا، هذه مشاريع بفكر سعودي، نعم، بصناعة سعودية بأفكار سعودية وبأيدي سعودية حتكون، وكلها بأفكارنا كما يقال جديدة كليا، جديدة في فكرتنا كلياً. نعم، وخير الشاهد مدينة نيوم، صحيح، وكلها كان عراب الرؤية سمو سيدي ولي العهد ودلائن المشروع اللي هي جزء من فعلا نيوم. رهيب فعلا جزء من نيوم، وكلها كان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم عراب الرؤية سمو سيدي ولي العهد. سمو سيدي ولي العهد بيوصلنا ونحن ومعه وإحنا كلنا نسانده في هذه رؤيته ورؤية القيادة كذلك إلى مراحل متقدمة. وخير شاهد نحن نشوف اليوم العالم، كل اليوم العالم في مشاكل اقتصادية ومالية وسياسية، ونحن الحمد لله ننعم بالأمن والأمان، هذا أولا قبل كل شيء، وننعم بنعمة الحرمين الشريفين وكذلك بننعم باقتصاد مزدهر، وهذا واقع، وهذا واقع احنا بنعايشه فضل الله. ثم الرؤية 2030 وبرامجها التي وضعت واجتيازنا لجائحة كورونا كان خير شاهد، وكذلك اليوم مع المشاكل الجيوسياسية والمشاكل العالمية والتضخم والعالم كله متأثر اقتصاديا وماليا، ونحن الحمد لله أصبحت السعودية اليوم مش مركز محور العالم بس في الجانب الديني، كذلك في الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي والمالي. وخير شاهد احنا نشوف الاستثمارات اللي قاعدة في نمو، الاستثمارات الأجنبية وكذلك المؤتمرات والاتفاقيات والشراكات مع شركائنا وأصدقائنا، وكذلك من بين الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في ظل المشاريع التي وضعت في برامج الرؤية، ونحن في المرحلة الثانية من الرؤية اللي ماشية حسب مستهدفاتها. كذلك نحن شفنا أنه زي ما قلنا ونعيد ونكرر أنه هذه المشروعات إبداعية غير مكررة وتصنع في مجملها بصمة تاريخية وثقافية اجتماعية ومقومات سياحية كبيرة. نحن لازم اليوم نشوف توجه وزارة الثقافة، وزارة السياحة، اليوم في عندنا هيئة الترفيه، اليوم هذه القطاعات الواعدة، فكل هذه المشاريع حق العلا، مشروع القدية، مشروع نيوم بيندرج تحت مظلتها، تحت مظلة الوزارات دي الثلاثة بتشارك في دعم المشاريع الجدد في المدن الجديدة هذه. نعم. كذلك بنشوف انه هناك في تقدم في الخيارات المتنوعة ورفع مستهدفات الرؤية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وبتسهم هذه المشاريع في تعزيز وحماية تاريخ التراث السعودي الحضاري لتنعكس على جودة الحياة للمواطن، وهذه كمان أحد مستهدفات من واحدة من برامج الرؤية، برنامج جودة الحياة. فكل دي البرامج وكل دي الاستراتيجيات في ظل المشاريع المعمولة اليوم واللي حنشوف أثرها في الفترة القادمة بإذن الله تعالى، مشروع نيوم، مشروع البحر الأحمر، مشروع أعمال، مشروع حتى كذلك مشروع الرؤى المدينة، كل دي المشاريع حتعطي ثمارها في الفترة القادمة، هنشوف اقتصادنا بيزدهر وحيكون فيه اقتصاد في النمو. كذلك نحن ما ننسى انه النهج التنموي ذكره سمو سيدي
خادم الحرمين الشريفين في كلمته البارحة إنه النهج التنموي في المملكة بيستهدف صنع نهضة شاملة ومستدامة محورها وهدفها دائما قيادة الإنسان أولا وأخيرا، إنه هو الإنسان المواطن السعودي هو الذي سيدير تنمية الحاضر ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة بالمعرفة، حيث تم إصدار العديد من التشريعات والتعديلات على الأنظمة واللوائح التنفيذية. وهذا احنا شفنا التطوير اللي صار في الأنظمة العدلية زي التطوير اللي صار في الأنظمة حق وزارة التجارة والأنظمة وزارة الاستثمار، وهذا حسنت بيئة الأعمال والمركز. والمملكة اليوم تتبوى مراكز تنافسية متقدمة جدا، واحنا بنشوف دائما مركز التنافسية العالمي بيعطي المملكة في تقدم، وهذا اللي ما حسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية في المملكة اللي شفنا في 9 شهور من هذا العام مقارنة بالعام المنصرم فيها زيادة أكثر من 45%، وإن شاء الله في السنوات القادمة حتزيد هذه النسبة في ظل الزخم الاقتصادي، في ظل أن اقتصاد المملكة بحسب إشادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللي حيطلع أعلى نمو ناتج محلي إجمالي في هذا العام على مستوى العالم أكثر من 7-8%، وفي ظل مشاكل العالم كله حتى التضخم في السعودية رغم أنه فيه ارتفاع طفيف 3.1% إلا أنه يعتبر تضخم مقبول ويعتبر من أقل معدلات التضخم عالميا بالرغم من الارتفاع البسيط اللي صار شهر مقابل شهر. وهذه كله فضل الله سبحانه وتعالى ودعم القيادة، لما القيادة دعمت أسعار الوقود في شهر جولاي من عام 2021، لما الدولة دائما يهم المواطن والحياة الاجتماعية للمواطن وتعمل على راحته وتدعمه، فلولا الله ثم دعم القيادة في هذا المجال لكان الموضوع مختلف. دائما القيادة بتنظر لمصلحة الوطن، تنظر لمصلحة المواطن، وهدفها دائما الإنسان أولا وأخيرا. السعودية تسجل أسرع نمو اقتصادي، وهذا ما أطلقته وزارة الاقتصاد والتخطيط كمؤشر استباقي تحت اسم MEPX، رصد ومتابعة وتحليل مؤشرات وبيانات الاقتصادية اللي تصدر عن الجهات الرسمية في المملكة لاستقراء دورة الأعمال للقطاع الخاص وتشخيص الوضع الاقتصادي، تقديم تحليل المسؤولين صانعي القرار، تمكينهم من صياغة السياسات الاقتصادية الفعالة في الوقت المناسب. التسارع هذا يعني في تنامي كبير، وطبعا له دلالاته. نعم. التسارع هذا لله الحمد ويكرر بدعم من القيادة. نعم. في تطوير عملت على تعديل كثير من الأنظمة والتشريعات المالية. نعم. صحيح. الاستثمارية العدلية الضريبية، وهذا اللي شجعت بيئة الأعمال والحكومة الإلكترونية اللي سرعت من كثير من الأشياء. نعم. مع جنوب أفريقيا أما رجاء رئيسها. نعم. وتم توقيع اتفاقيات معهم في التقنية الرقمية والتوسع في هذا المجال. نعم. أنه المملكة اليوم في التقنية الرقمية وصلت مراحل متقدمة جدا، وهذا بشهادة العالم لهم في مركز التنافسية، وإحنا شفنا في أيام عز الجاه في مؤتمر قمة 20 اللي استضفناها كانت اعتمدت على التقنية ونجاح المملكة في البنية التحتية، أنه الاستثمارات في البنية التحتية بدأت تؤتي ثمارها اليوم مع التعديلات والأنظمة والإجراءات اللي تمت. كذلك لا ننسى أنه نحن في 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 الزخم التنمية، ذكر سيدي خادم الحرمين الشريفين اليوم أنه المملكة كذلك وصلنا في عالم الفضاء، والمملكة هتطلق رواد الفضاء وحكون في أول رائدة فضاء بإذن واحد الأحد هتطلق للفضاء في عام 2023، أول رائدة فضاء سعودية بإذن الله، وحيكون هناك في برنامج لتطوير الشباب والشابات. بعد كده السعودية حتتسابق في مجال هذا، وهذا يعتبر برضو أحد مستهدفات الرؤية في ظل بقيادة سمو سيدي سلطان بن سلمان اللي يعتبر كان أول رائد فضاء في عهد الملك فهد لما طلع ذيك الرحلة ما ننساها. لا. فاليوم المملكة تتبوى في الاختيار. كذلك لا ننسى اليوم المملكة في تمكين المرأة، وهذه أحد مستهدفات الرؤية. اليوم المرأة صارت اليوم نسبة التحسين في بيئة الأعمال لها، واليوم المرأة صارت تأخذ مراكز بما يتماشى مع طبيعتها ومكوناتها، واليوم القيادة أعطت المرأة حقوقها، وبالتالي
اليوم المرأة بيصير لها وظائفها اللي تتناسب مع بيئتها وتتناسب مع إمكانياتها. وإحنا شفنا اليوم الأنظمة التي ساعدت المرأة وخلصت من البطالة في هذا المجال وأعطت المرأة حقوقها الشرعية وبما يتناسب مع إمكانياتها. وكثير من المجالات اليوم اللي اشتغلت عليها الدولة وكذلك اهتمامها بالحرمين الشريفين وكان آخرها إطلاق رؤى المدينة. نعم. وكان رؤى المدينة لتطوير المنطقة من الخدمات والإعاشة والسكن والحصول للمستهدف بخدمة 30 مليون معتمر في 2030، كما في رؤى مكة الآن في رؤى المدينة، ودائما قيادة في أولا وأخيرا الحرمين الشريفين لهم خدمة متميزة وأضافوا للتميز في خدماتها أنه بالمشاريع أخذت حقها من خلال رؤى المدينة لوصول المستهدف لخدمة المعتمر. واليوم نحن شفنا المعتمر بالخدمات المحسنة له من خلال التأشيرات للعمرة أصبحت مدتها أكثر من 3 شهور. صحيح. اليوم نشوف المعتمرين صاروا بيجوا بيأدوا العمرة في السياحة الدينية مرتاحين بالخدمات بالباقات المتوفرة. وإحنا شفنا وزارة الحج والعمرة أطلقت المنصة الجديدة منصة النسك، واليوم كل الخدمات صارت إلكترونية. هذا بفضل الله، ثم البنية التحتية المتوفرة في التقنية الرقمية أصبحت المملكة اليوم يشار لها بالبنان. ونحن شفنا في معرض جيتكس اللي في دبي وكانت المملكة أخذت الجوائز عالمية من خلال منظوماتها الإلكترونية من خلال التقنية الرقمية المتميزة فيها، كذلك وزارة الداخلية من خلال منصة أبشر. كانت هذه كلها إنجازات تحسب، واليوم المملكة تتبوى مراكز إن كان على مستوى التقنية إن كان على مستوى السياحة مستوى الترفيه، وخاصة نحن جايين على كذلك على موسم الرياض وعلى أحداث كأس العالم، وكل دي الزخم حيعود بالنفع على الاقتصاد وعلى الوطن في ظل المؤشرات الإيجابية بإذن الله تعالى. فاصلة ثم نعود إليكم مستمعينا، ابقوا معنا. مؤشرات مع عادل بارباع. حياكم الله مستمعينا الكرام. من انعكاسات كذلك من الناحية الاقتصادية وعلى سوق المال انعكاسات خطاب خادم الحرمين الشريفين يوم أمس دكتور حسين. احنا شفنا في كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين في البيان السنوي حق المجلس الشورى افتتاح الدورة الثالثة من السنوات الثامنة، كان البيان أشار إلى شفنا انه اقتصاد المملكة وشفنا التنمية الاقتصادية والمكونات والمكون الاقتصادي أخذ حقهم في البيان، وشفنا أنه تأكيد البيان أشار لتأكيد صندوق نقد الدولي لمتانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي وإيجابية والأفاق الاقتصادية. وهذا فعلا إحنا شفنا البنك الدولي أشار أن المملكة حتحقق أكثر من 8% تقريبا في السنة هذه في النمو الناتج المحلي الإجمالي. صندوق نقد الدولي أشار في قراءته الأولى وقراءته الثانية لتأكد على أنه أكثر من 7.5% حيكون فيه نمو في اقتصاد المملكة، وهذا كله انعكس ذلك من جانب من جهود الدولة وإصلاحات الاقتصادية. نعم. طبعا هذا كله النمو اللي شايفينه في اقتصاد المملكة من خلال المؤشرات الاقتصادية، من خلال إشادة البنك الدولي، من خلال إشادة الصندوق الدولي، من خلال إشادة بيوت الخبرة، كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعم القيادة، ثم دعم جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية من خلال رؤية 2030. وهذه يؤكد أن الرؤية لغاية اللحظة دي وهي من نجاح إلى نجاح بإذن واحد الأحد. وهذه كل الإصلاحات نحو تحسين بيئة الأعمال، عملت على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية. اليوم المملكة في الحكومة الإلكترونية يعني وصلت مراكز متقدمة جدا، وهذه بشهادة العالم كله من خلال المراكز التنافسية اللي بنسمع الإحصائيات الأخيرة اللي صدرت وأشادت بالحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية. وخير شاهد نحن بنشوف اليوم منصة أبشر اللي وزارة الداخلية اللي عملت توفير بس وفر لوزارة الداخلية في خدماتها وعملياتها. وزارة الداخلية صارت توفر أكثر من 17 مليار ريال فضل الله، ثم عم تري منصة أبشر وخدمات إلكترونية. كذلك العمل على مجموعة واسعة من المشروعات في قطاعات مختلفة، كل هذا أدى إلى النمو الاقتصادي. وشفنا اقتصادنا مزدهر لله الحمد، وبرغم أن العالم كله بيعاني من الاقتصاديات السلبية، كذلك احنا شفنا انخفاض في معدل البطالة
وهذه نقطة مهمة جدا في ظل النمو الاقتصادي. شاهدنا انه في اعطى اثر ايجابي، بدأت معدل البطالة يكون فيها انخفاض، وبالفعل وصل معدل البطالة في الربع الثاني من هذا العام وصل الى 9.7% بعد ما كنا في 11%، وكنا قبل كم سنة في 12% معدل البطالة. وهذا يعتبر انجاز الرؤية، خاصة هدف الرؤية انه في 2030 يوصل معدل البطالة 7%. وانا ارى في ظل هذا المؤشرات انه قبل 2030 نوصل لمعدل البطالة 5% و4% زي الدول المتقدمة واحسن منها باذن واحد الاحد، في ظل اهتمام الدولة وخاصة على رأسهم سمو سيدي ولي العهد مهتم جدا بموضوع المؤشر معدل البطالة وتوظيف الشباب والشابات السعوديين. كذلك شفنا عملية انه التغيرات الاقتصادية انعكاسها التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني. اليوم وكالات التصنيف الائتماني زي وكالة فيتش، وكالة ستاندر اند بورز، وكالة موديس، كل وكالات التصنيف العالمية أعطت تصنيف على اقتصاد المملكة بتصنيف إيجابي وتصنيف مستقر وترابل إيه، وهذا كله يعطي الزخم إنه الاقتصاد المملكة إنه تجذب استثمارات أجنبية داخل الاقتصاد المملكة. ونفس الوقت المملكة لما تصدر صكوكها أو سنداتها إحنا بنشوف كيف مدى الإقبال عليها تتغطى عدة مرات، هذا كله بفضل الله ثم بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية. وهذا كله راجع إنه بنشوف بأنه برنامج الاستدامة المالية كذلك واللي اشتغلت عليها المملكة وحسنت من ميزانيتها واللي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية، حيث حققت الجهات الحكومية في هذا الإطار أثر مالي يزيد على 540 مليار ريال خلال السنوات الماضية. وهذه 540 مليار ريال وجهت إلى مصروفات ذات أولوية، بدل ما كانت تصرف وتهدر المبلغ ده الفلكي أكثر من 540 مليار ريال على مدار السنوات السابقة، أصبحت توجه في أماكنها الصحيحة ذات أولوية، وهذا انعكس على النمو الاقتصادي. وفي ظل المؤشرات الاقتصادية الجيدة على مستوى الدولة، في ظل وكالة التصنيف العالمي، في ظل المؤشرات الإيجابية نسمعها من البنك الدولي أشاد باقتصاد المملكة، هذا انعكس على سوق المال السعودي. ونشوف وإحنا شفنا أرباح الشركات في النصف الأول من هذا العام كانت إيجابية جدا، بالرغم من تقلبات الأسعار الفوائد، بالرغم من مشاكل الركود والاقتصاد العالم وتقلبات أسعار النفط. ورغم ذلك أسعار النفط حافظت على متوسطة 90 دولار، وهذا يعتبر جيد لمالية المملكة كذلك. وشايفين أن ننتظر نحن نتائج الربع الثالث من هذا العام، من المؤمل تكون نتائج إيجابية مع التقلبات حتى اللي شايفينها في الأسعار الفوائد، وفي ظل الزخ وفي ظل المشاكل العالم اللي بيمر فيها من توقعات الركود اللي بيصيب العالم كله. لكن نحن اقتصاد المملكة وفي ظل رؤيتنا وفي ظل دعم القيادة مع السياسة النقدية المتشددة يقابله السياسة الاقتصادية التوسعية. وخير شاهد البيان التمهيدي حق وزارة المالية اللي أشار إنه السنة الجاية في ميزانية عام 2023 هيكون في نفقات أكثر من تريليون ريال سعودي، وهذه النفقات السياسة الإنفاقية التوسعية هيدعم القطاع الخاص من الشركات اللي بتخش في مشاريع الرؤية ومشاريع الدولة وفي البنية التحتية، بتدعمها من عملية الزيادة عليها التكاليف الاقتراض أو الزيادة عليها في عملية التقلبات اللي بتصير في الاقتصاد العالم. وهذا احنا شفناه اليوم أثره على سوق المال، حتى سوق المال اليوم متفاعل إيجابي لغاية هذه اللحظة الفوق 170 نقطة المؤشر على سبيل المثال، في ظل النقاط الإيجابية اللي ذكرت في كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين في البيان السنوي حق مجلس الشورى، وكذلك في ظل التوقعات الإيجابية اللي ممكن نسمعها من نتائج الشركات القيادية، وفي ظل أن البترول محافظ على 90 دولار أو أكثر شوية، وفي ظل كذلك المؤشرات الاقتصادية على اقتصاد المملكة، الوضع الداخلي واقتصاد المملكة مرة قوي جدا. صحيح نحن نتأثر بالأسواق العالمية، إلا أن دعم الدولة والقيادة وهذا أعطى أن احنا بنشوف سوق المال بالرغم التقلبات إلا أنه يعتبر في تقلبات بشكل معقول، وإن شاء الله الفترة القادمة هيكون في وضع أفضل بكثير بإذن الواحد الأحد بإذن الله تعالى. يعني من
الفقرة الجميلة أو المهمة في الخطاب الملهم لخادم الحرمين الشريفين يده الله في غاية الأهمية هو تطرق يحفظه الله لتقرير صندوق النقد عن الاقتصاد السعودي، حيث ذكر من ضمن ما ذكر فيه أن تأكيد صندوق النقد الدولي متانة اقتصاد المملكة ووضع المالي وإيجابية الأفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي ليعكس ذلك جانبا من جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية من خلال رؤية المملكة 2030 نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العملية الحكومية. نعم خادم يعني إشارة مهمة جداً. أي نعم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن الصندوق الدولي في القراءة الثانية أكد على قوة اقتصاد المملكة وعلى نمو، وأنه حتنتهي في عام 2022 بمعدل نمو 7.5%. نعم، وهذا يعتبر أعلى معدل نمو على مستوى العالم، مش بس على الجي 20، على مستوى العالم. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى المملكة يعني تكون تختم سنتها بإذن الله كاقتصاد دولة، وهذا مؤشر جيد اقتصاد الدولة اللي حينعكس على القطاع الخاص وحينعكس على الشركات، بالرغم من الرحلات الركود وبالرغم من التخبط في أسعار الفوائد وارتفاعه ورغم التضخم، اللي حينعكس بالأثر الإيجابي أنه قوة اقتصاد الدولة هتدعم القطاع الخاص اللي يعتبر أحد مرتكزات رؤية 2030 بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. فاصل، نعود إليكم مستمعين الكرام، يبقوا معنا. مؤشرات مع عادل باربع. في خطاب الملك أضاف أن مع استمرار الاقتصاد السعودي بتحقيق معدلات نمو مرتفعة وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة لمستويات التضخم عالميا، استطاعت المملكة بفضل الله ثم سياستها النقدية والمالية والاقتصادية الحد من آثار التضخم وتسجيل معدلات تعد من الأقل عالميا. نريد أن نسلط الضوء على هذه الجزئية، وخاصة أنها لانعكاساتها على يعني من يريد أن يقترض، على من يريد أن يعني هل إني أنا الآن الفوائد يعني ممكن أن ترتفع كذلك في السوق المال وفي البنوك وغيره، يعني نريد أن نتحدث عن هذه الجزئية. نحن شفنا هيئة الإحصاء لما صدرت البيان مؤشر أسعار المستهلكين وتضخم، نعم، زيادة طفيفة لله الحمد والمنة من 3 إلى 3.1%. نعم، ودائما الناس يقول لك كيف 3% ونحن نشوف الأسعار اللي يعني متعايشين معها مرة عالي. لا، الكلام ده مو صحيح وكلام من ده. لا، هذا الاقتصاد الكلي 3%. نعم، لكن لما نجي نخش في التفاصيل الفرعيات، أوكي، في ارتفاع في المشروبات والمأكولات في الفنادق 7-9% وكلام من ده يعني. نعم، لكن لما يجي الاقتصاد الكلي دائما المؤشرات تطلع على الاقتصاد الكلي. ما احنا بنشوف السوق الامريكي 8%، المانيا او في اوروبا بعض دول اوروبا وصلت 10%، بيعانوا شعوبهم وبيعانوا اقتصادياتهم، بيعانوا من ارتفاع التضخم، ولما التضخم اصبح مشكله عالميه وليس في بلد وبلد ما فيها وبلد فيها. لكن هنا نجي نقول لله الحمد والمنه، وثم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى والدعم القيادة، وثم بفضل الله ثم دعم القيادة والرؤية 2030، والقيادة لما دعمت أسعار الوقود في شهر جولاي من 2021 ثبتت أسعار البنزين. هذا الدعم للمواطن، حتى لما جاءت في الصندوق النقد الدولي في المشاورات اللي بيسويها مع الوزارة المالية أشاروا وحرروا أسعار الوقود. لا، قالوا لا. ليه؟ في الأخير القيادة مصلحتها المواطن، ودعم القيادة لأسعار الوقود خففت كثير من العبء للتضخم. والقيادة لما ثبتت أسعار الوقود ثبتتها في شهر 6 من عام 2021، قبل ما نلاحظ عملية التضخم دي اللي قاعد الزايد، وعلى أساس البنوك المركزية قاعد تحارب التضخم من خلف أسعار الفوائد. يعني احنا الدولة اتخذت الخطوة الاستبقائية، لو ما اتخذت هذه الخطوة كنا اليوم بنشوف فعلا التضخم بياكل من دخل المواطن يمكن ثلث دخله او اكثر من ثلث دخله. لكن الدوله دائما يهمها المواطن اولا واخيرا، والقياده تبغى المواطن يكون يعيش في سعاده ويهمه مصلحه المواطن قبل كل شيء. واحنا شفنا في ايام عز الجائحه كانت الدوله همها المواطن، فدعم الدوله
من خلال الدعم اللي شفناه من خلال أسعار الوقود، ثبتت أسعار الوقود وهذا اللي خفضت كثير من عبء التضخم. كذلك من خلال البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، كذلك احنا شفنا التحسن في أسعار البترول في خلال 9 شهور من هذا العام أعطى أثر إيجابي، وكل دي العوامل المجتمعة شفنا اقتصاد المملكة الحمد لله في تعافي، وهذا شفنا بالتقارير البنك الدولي والصندوق الدولي والمؤشرات الاقتصادية والمؤشرات المالية. وهذا طبعا التضخم، أنا أنصح دائما المواطنين والأفراد بأنهم يعيدوا يقللوا من عملية شراء الكماليات اللي ما لها لزوم. نعم. إن اليوم فيه تضخم موجود بالرغم من السعودية ولله الحمد من أقل الدول العالم وتضخم فيها مقبول، إنه ما زال فيه تضخم في بعض القطاعات، وحنشوف بإذن الله تعالى في ظل انخفاض أسعار الشحن في حيكون فيه انخفاض بنسبة 20 إلى 25% في الملبسات اللبس والملابس والمشروبات والمأكولات المستوردة في خلال الأشهر القادمة. يمكن نلاحظ أثره مع الربع الأول إن شاء الله تعالى في الربع الأول من عام 2023. نعم. ليش؟ إنه أسعار الشحن انخفضت، فممكن يكون في انخفاض بسيط هنلاحظه في أسعار السلع الاستهلاكية بالذات في الحتتين هذه في الفترة القادمة بإذن واحد الأحد. نعم، يعني أنا أؤكد على موضوع إنه لابد أن يكون هناك إعادة تخطيط مالي وإعادة كذلك مسألة الصرف، لأنه حتى هناك يعني خبر كنا نذكره في الأخبار أنه الهيئة العامة للغذاء والدواء نصحت يعني بعدة أمور لتجنب الهدر الغذائي اللي صار. نعم. ارتفع نسبته إلى 19%، يعني نسبة كبيرة ما يعادل 40 مليار و480 مليون ريال سنويا. هذا المبلغ يعادل 40 مليار ريال هدر ما هدر كبير يعني في السنة الواحدة. هذه السنة الواحدة وتجي الناس تشتكي يقول لك شوف في غلاء. نعم. في المواد الغذائية في غلاء. طب يا ناس هذا 40 مليار مو حرام؟ هذه نعمة. نعم. نعمة تكب في النفايات. 40 نعم. مليار أكثر من 40 مليار كلها تكب في النفايات. لازم نحن كلنا نتعاون، مش بس نجي نطالب الدولة. نعم. شددوا طالب الدولة نبغى الدعم، نطالب الدولة خفضونا. لا طب والهدر هذا فين راح؟ هذه لسه نحن عندنا العادات والشغلات هذه. نعم. لسه الناس في عايشة في الهدر. نحن الحمد لله بلد فيها خير. صحيح. والبلد أول فيها نعمة الأمن والأمان والخير والدعم القيادة والدعم القيادة للإنسان أولا، وإحنا التضخم عندنا مقبول يعتبر، وحتى مع ارتفاع في بعض الجزئيات، إلا إنه الهدر اللي سمعنا الإحصائية كما ذكرت أخ عادل 40 مليار ريال سنويا هدر في المواد الغذائية. أتمنى من كل مواطن مواطنة مقيم مقيمة الكل يتشارك إنه يأكل بما يحتاجه، والحمد لله يعني كل المواد الغذائية متوفرة في البقالات. نعم. متوفر كل شيء، ما في داعي التخزين، ما في داعي الإسراف في الأكل، أو الحفاظ على الصحة الأكل بشكل معقول. نعم. ولابد أن نعيد النظر حقيقة في عاداتنا في عاداته الاستهلاكية كما في عادات استهلاكية كذلك في عادات الصرف. نعم. خاصة في ظل التضخم احنا شايفينه اليوم. لذلك من النصائح اللي قدمت بها هيئة الغذاء والدواء التسوق بذكاء، يعني لابد ان يكون هناك عندنا اعادة برمجة لموضوع التسوق. ما هي مسألة اني انا اعبي السلة وامشي. فنتمنى ان الناس تعيد النظر، مو انه بس يخش سوبر ماركت ينزل الراتب يروح يعبي البقالة العربية. نعم. نفسيا يعبيها راحة وكذا. طب وهذا هدر ليه؟ الحمد لله البلد في خير. نعم. كل المواد الغذائية متوفرة في بلدنا بكل الاصناف و24 ساعة مفتوحة، يعني ما في داعي الواحد يخزن في بيته. طيب ليش يخزن؟ ما له داعي. يأكل احتياجه وخلص ويقضي تاني وتالت. إنه الهدر هذه برضو نحن نقول الحمد لله على النعمة اللي احنا عايشينها، إنه نحافظ إنه ما نهدر المواد الغذائية. وإحنا بنشوف دول العالم قاعدة بتعاني من التضخم، دول العالم قاعدة تعاني من تكاليف المعيشة، دول العالم قاعدة في مجاعة بعض الدول الأفريقية بالذات. فنحن الحمد لله بلدنا ودعم القيادة، ودعم القيادة دائما أولا وأخيرا الإنسان. فالتضخم في المملكة ما زلنا في النسب المعقولة عالميا ومن أقل الدول كذلك على مستوى العالم، بالرغم من الزيادة الطفيفة التي لا تكاد تذكر. لا. الزيادة الطفيفة مقارنة شهر بشهر، وبالرغم من ذا كله ما زلنا في المعدلات المقبولة. وأعيد وأذكر نفسي
وأذكر للمستمعين والمستمعات يجب يعملوا إعادة تخطيط المالي على المستوى الشخصي. كذلك يجب على المواطن يعيد في صرفياته الاستهلاكية كما الكماليات، كذلك الاستهلاك في المواد الغذائية بالذات. نعم. وإن شاء الله الأمور كلها مبشرة وطيبة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. أنا أشكرك دكتور حسين على تسليطك الضوء وحديثك المثري حول خطاب الملك سلمان بن عبد العزيز، واللي بيؤكد متانة الاقتصاد السعودي ولله الحمد. أشكرك جزيل الشكر. وفق الله الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وبإذن الله تكون التوصيات ما بعد ذلك بعد هذا الخطاب بناءة على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وبلادنا في سلام وأمان أبدي بإذن الله تعالى. الحمد لله. شكر لكم أيضا مستمعينا الكرام على طيب الاستماع، وشكر من إخراج البث للزميل رائد براجي. تحية مني أنا عادل برباع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.